يقول حفظكم الله: هل السؤال بوجه الله في أمر من أمور الدنيا منقص لتوحيد العبد؟ هل إيش؟ السؤال بوجه الله في أمور من أمور في أمر من أمور الدنيا. هذا فيه تنقص لله عز وجل، حيث يسأل بوجهه العظيم شيئا قليلا أو شيئا دنيا. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، الشيء العظيم، نعم، أو ما يقرب إلى الجنة. ما يقرب إلى الجنة من ما يعين على طاعة الله يسأل بوجه الله، نعم.